للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى، يعني شق التغير المناخي وهذه القضية الشائكة التي تشغل بال العالم أجمع، يعني تحمل الكثير من الأبعاد ربما السياسية والاقتصادية في آن واحد، كيف ترى خطورة هذه القضية ووجوب سرعة التصرف فيها؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا من أهم القضايا اللي بتشغل المجتمع الدولي الآن هي المناخ، وطبعا المناخ له تأثيرات وتداعيات في غاية الخطورة على الأوضاع الاقتصادية. ونعلم جيدا أنه منذ بداية العام الحالي وكثير من الدول بتتقدم بشكاوي للعديد من للأمم المتحدة بالعديد من التداعيات التغيرية في المناخ، كثير منها للأسف في تغيرات المناخ تحدثت عن أن يكون في إهدار للمحاصيل الزراعية. العديد من الدول تحدثت عن أن كثير من الفيضانات تسببت في خسائر بالمليارات من الدولارات للبنية التحتية الخاصة بالدول. وللأسف هذا الأمر كان يكون زي ما بيسمى تكاتف من الدول للعلاج، العلاج سواء اقتصاديا أو سياسيا وتتبناه الأمم المتحدة. السيد الرئيس النهاردة في كلمته تحدث بمنتهى الوضوح عن عديد من الإصلاحات اللي بتقوم بها مصر وبتعرضها على الدول في حضور العديد من قادة العالم النهاردة وزعماء العالم اللي بيسموا بالقمة الدول العشرين أو قمم الدول السبع، اللي هم بيتسببوا في جزء كبير جدا من قضايا المناخ أو بيتبنوا قضايا المناخ. هذه الأمور للإنسانية تتحدث المجتمع الدولي النهاردة من شرم الشيخ، أكيد إن شاء الله يتم تغيير كثير من الأمور في السياسات الخاصة بحركة التمويل للاستثمارات الجديدة والحديثة مثلما عرض السيد الرئيس اليوم. نعم، هذه هي ربما الكلمة التي تحمل مربط الفرس، التمويل. كيف يتأتى للدول أن تلتزم بهذا التمويل ودور القطاع الخاص والبنوك في عمليات التمويل؟ بيتم النقاش أكثر من فترة على حوالين كيفية تمويل المشروعات وتبني الدول أن تنتهج نهج في حدود استخراج من 1 لـ1.5 من إجمالي الناتج المحلي الخاص بكل دولة لإضاحة تحت تصرفات الدول التي يعني تتأثر تأثر كبير من المناخ أو التغيرات المناخية أو ما بيسمى بالانبعاثات الخاصة بالدرج من الصناعات الثقيلة والتي تنبعث منها كربونات للأسف مؤثرة على المناخ العالمي. ولكن للأسف كثير من الدول لم تلتزم بوضع برنامج أو تعهد رسمي حوالين كيفية ضخ عدد من الأموال لتحت تصرف قادة العالم. نعلم جيدا أن من الحديث السابق من العديد من الرؤساء أن تم تخصيص أكثر من 100 مليار دولار ولكن لم يلتزم العالم، وإنما التصور الجديد الآن هو كيفية تقديم عدد من المشروعات يتم تمويلها بتمويل زي ما بيسمى بالتمويل التسهيل الائتماني بضعيف الفائدة، يعني تكون القدرة التمويلية من الدول لتبني عدد من المشروعات الكبرى في المياه أو الصرف الصحي أو النقل أو الطاقة المتجددة أو حتى ما بيسمى بنحر النهور أو البحار، يعني كفاية حماية الشواطئ أو ما شابه لذلك. ولكن للأسف لم يتعهدوا تعهد مسؤول حوالين إنشاء صندوق استثماري كبير. أعتقد هذا الأمر سوف يظهر خلال الأيام القادمة، خاصة أن يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في عدد كبير من الجلسات تتبناها مصر ما بيسمى بيوم التمويل العالمي للمشروعات العالمية. نعم، لأن القضية في الاستدامة، استدامة هذا التمويل بكل التأكيد، وهو زي ما بنبحث منه عن مصر كيفية استدامة هذا التمويل ليس لفترة أو لمدة معينة قصيرة الأجل ولكن لفترات طويلة الأجل. تعلمي حضرتك جيدا أن التأثير الكبير اليوم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية جعلت العالم مرة أخرى في القارة العجوز قارة أوروبا باستخدام الفحم مرة أخرى واستخدام الحطب، وهذا للأسف بيضر بالبيئة فتزداد الأمور تعقيدا. علشان كده النهاردة السيد الرئيس ناشد ضمير العالم أجمع وتحدث وقال لهم بمنتهى الوضوح إيقاف الحرب
سوف تتوقف نزيف الأمور في قمة المناخ، سوف تزيد من حركة الاستثمار، سوف تزيد يترتب عليها حركة التنمية المستدامة لشعوب العالم اللي بتبحث اليوم عن كيفية تحسين قدرات المواطن البسيط اللي هو من أهداف الأمم المتحدة. نعم، إلى أي مدى كلفة هذه الأضرار والخسائر ومعالجتها تفوق أن نتفاداها من سابق؟ للأسف الكلفة عالية وفاتورة تحملها على الدول سوف تتزايد خلال الأعوام القادمة. كنا نتحدث من 5 أو 6 سنوات عن حدود من 200 ل 300 مليار، نحن النهاردة نستمع لقادة العالم يتحدثون عن قرب $1 تريليون لجراء ما تم تشويهه في المناخ العالمي. وللأسف الدول النهاردة من تغيرات المناخ بتتحمل للأسف أعباء مالية بتزداد يوم بعد يوم، وطبعا أغلبية هذه الأمور بتحتكم بها القارة الفقيرة اللي هي القارة الإفريقية، فقيرة الاستثمار غنية الموارد. علشان كده دايما النهاردة بنتكلم علاج في القارة الإفريقية سوف يعود بالنفع على القارات الأخرى سواء القارة الأوروبية أو الأمريكية، ولكن الإنصات لليوم من أعتقد من قادة العالم يمكن أن يتحرك ويقلل من كلفة هذه الأمور في الفترات القادمة إذا تعهدوا بتحمل جزء من تداعيات الانبعاثات أو تحمل من تصحيح المناخ. بمنتهى الوضوح التكلفة اليوم قليلة من احتمالية تكلفتها في الأعوام القادمة بأكثر مما نتخيل. نعم، إذن لا مناص عن التحرك والتنفيذ في مثل هذه الخطورة والتحدي الأكبر الذي يشهده العالم ويواجهه بشكل أجمع. بكل تأكيد أضم صوتي لصوت حضرتك، التحرك الآن هو أفضل وسيلة. إن لم نتحرك سوف تكون تداعيات الاقتصاديات للدول المتقدمة أكثر مما نتخيل خلال الفترات القادمة. خلونا نستدعي كثير من الأقاويل حوالين ما تحدث به السيد الرئيس. الاستثمار الآمن النهاردة وتحرك بناء دول قادرة على مواجهة التغيرات المناخية أفضل من الغد الذي يكون مظلم على الدول المتقدمة وأيضا الدول الفقيرة. دعونا نقول إن الاستثمار النهاردة في الدول باستثمارات آمنة بتنمية مستدامة برفع قدرات الشعوب ورخائها أفضل من الصرف على الحروب والتداعيات الأخرى على المناخ اللي هي بتسبب ألم للمجتمع الدولي وللدول المتقدمة. نعم، دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار، جزيل الشكر. شكرا يا فندم.